يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو، يجعلنا ممن يتأملون ويتدبرون هذا القرآن ويعملون بما فيه من أوامر وينتهون بما فيه من نواهي.